الوصفة اللي رح نشوفها هلأ مع الشيف برشة ملح، قالب الأرز مع البازيلا والدجاج. رح نشوف كيف بلش أحضرها وأنا بعد شو بضل. ما عندك حكاية؟ ما عندك شيء؟ ملح. ما عندك شيء؟ أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بنص ساعة مع الشيف شادي. هلأ نهار الجمعة 21/6/2013، ينعاد على كل الأباء وبعيد كمان، برجع بعيد ثالث مرة اليوم يا بابا، يعني لازم كمان. اوكي امير زيتوني ابو شادي، ينعاد عليك بالصحه والعافيه. بدي اقول لكم كمان شغلي هيك بس بسرعه، انا كنت مشاغب انا وصغير، بعدني مشاغب هلا بس اقل شوي. ف مره بتذكر كان عمري شي 14 سنه، كنت عم شاغب بشغله مش متذكر شو هي، او عم شاغب بشغلات، فبيقول لي كلمه بس تصير بي رح تعرف. يعني هذه الجملة عن جد بعدني بتذكرها كتير حلوة، انه واحد بس عنده اولاد بيعرف ليش بيو كان يعيط عليه او كان يزربه او كان مدري شو يعمل له. مهم هذه الجملة كمان كتير حلوة، ان شاء الله كمان كل بي اليوم بيكون عم يحافظ على اولاده أكثر من حاله. ينعاد على الجميع بالصحة والعافية. اوكي اكيد بعيد جوزيف حويك لانه هو بي تلفزيون المستقبل، يعني صار له 20 سنة بالتلفزيون، فهو من الاباء الكبار والله يعطيه العمر وكمان تيكفي بهالمسيرة الحلوة. وصفة كتير حلوة عملناها قبل، عملنا الصوص، الصوص سميناها بابا صوص. هالصوص لكوينة هون بتعقد بتجنن، اللي هي هاللبن مع المايونيز مع الخردل مع الشبت بقلبها ملح وفلفل وشوي صغيري من البابريكا والبصل البودرة بتطوش بتعقد. عملنا السلاد، دايما أنا بس أعمل السلاد وحضرها بيكون شكلها حلو، بس يمر عليها جوزيف بيصير سبحان الله كيف بيتغير شكلها. فهيدي هي شكل السلاد اللي بقيت. اوكي يعني البطاطا، يعني البصل، الفلفل الحلوه، الكورنيشون بقلبها او الخيار المكبوس، حطينا بقلبها صوص او البابا صوص، طلعت كتير عن جد طيبه. بعدين اكيد رح نسال جوزيف عن هذا الموضوع. اما بالنسبه لوصفتي لليوم هي قالب الرز. اشي بتبقى عنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم انتو بالبيت عندكن انواع من الرز بتبقى عنا، او رز مع شعيرية او رز من دون شعيرية. طيب رز مع شعيرية بقي من الفاصوليا ورز، او بقي من البازيلا، او بقي من البامية، بقي عنا. شوفنا نعمل فيه الجرن، الجرن قال نعم، ما له خصة الجرن مش كبه، لا اوكي الجرن ما له خصة. اي شو بدنا نعمل نحنا بهال الرز يلي بقي عنا من امبارح؟ شو عملت انا؟ جبت قالب دائري عنده ثقب بالنص، يعني قالب الجاتو يلي نعمل جاتو يلي بضل عنده فجوه بالنص، حطيت فيه الرز اللي بقي عندي اللي هو بارد قبل، وجيت انا غلفتهم بورق الفرن وبعدين بورقه الالومنيوم وحطيتهم وين؟ بقلب الفرن، من دون ما حط شيء ابدا. واجا براسي انا اعمل، ما زال عندي الرزات جاهزين انا من امبارح، عندي اياهم انا هلا هيك بقلب الفرن. جيت حطيت هون ليكون هون كمان بقلب المقلي، رح احول النار شوي صغيره تحتهم، او رح ارجع دور النار دور الغاز. طلع هون شو حلو هيك، ها طلع بطاطا بازيلا سفينة دجاج بصل زيت زيتون، بطاطا بازيلا سفينة دجاج بازيلا زيت زيتون، فين يكونوا بروكلي ولحمه ودره وبندوره، فين شو ما بدكم فيهم يكونوا، حتى ممكن يكونوا زريعه طاجن ملاح بقيين عنا من قبل وجينا سخناهم من دون اي مشكله. انا هون كمان هلا عم سخن كمان هيدا الخليط، وجاي انا هلا بدي انعشن بعد شوي، انعشن بصوص. يعني بجي انا بكون عندي كل شيء جاهز وبجي بعمل الصوص انا بعدين بطريقه كتير حلوه هلا بتشوفوها. بس قبل اللي رح اعمله انا شغلي، وهي انه انا رح اجيب هلا صحن هون، رح ضيف على الدجاج مع البطاطا والبازيلا والبصل وزيت الزيتون والملح اكيد والفلفل، كم قطعه من هالبندوره كمان الحلوه. تطلعوا كيف هون هلا كمان بيعطوني اللون الحلو، بحرك بتركهم انا هلا على النار من دون ما احط فيهم صوص، لانه اوكي بقلب هالطنجره الموجوده هون رح انا اعمل الصوص. صوص كتير طيبه اوكي وكتير حلوه اوكي وكتير لونها حلو وبتلبق لكتير من الاطباق. رح بلش فيها زيت زيتون، اوكي بلش هون هيدا الزيت هيك، وعندنا النار كمان حاميه ومحميها انا قبل للطنجره. بحط فيها انا من البصل، طلعوا بجيب انا هون كمان حص من الثوم،
بقطعه بهالطريقه هيك، او هذا حص كبير، حطينا يعني نص حص كبير او حص صغير من الثوم، بنحركهم بهالطريقه. طلعوا كيف؟ ودغري كمان الزيت حامي دغري صارت عندي البصله لونها صفرة. اما هون يا شيف شادي عندك من الجزر ال ممكن يكون باقي ممكن يكون جديد اللي بدكم اياه، جزره يعني مبروشه ناعمه مثل تبع السلاد، فينا نحطها نحن هون. رح اجي انا حرك هلا بملعقه خشبيه كوينا هون. طلعوا كيف؟ حركنا حلوين. بعد ما نحرك بدي اضيف انا من البندوره الطازه اللي باقيه عندي هيك مقطعه، ليكو شو حلوه هون، بضيفها كمان بقلبهم بهالطريقه هيك. بحرك كمان ورح حط فيهم شوي صغيره من رب البندوره يعني معجون الطماطم يعني الصلصه، ورح حط فيهم كمان من رب الحر او معجون الحر مثل ما بدكم. رح ياخذ هون معجون الحر شوي، يلي بيحبها تكون حره اكيد. طلعوا هون واحد اثنين شوي صغيره، ورح ارجع انا كمان اوكي اخذ كمان ملعقه ثانيه وحط كمان هون من رب البندوره شوي هيك. يا شيف شادي حرك، صار عندي لكم بصل، ثوم، جزر، بندوره طازه، رب البندوره ورب الحار، ملح مشان يخلي كمان هالخضره ينبع منها المي، بتعرفوا الملح بخلي كمان الخضره يطلع منها المي. وبجي انا لهون عندي مي عم تغلي، مي عاديه او ممكن تكون مرقه عم تغلي، ممكن تكون مي بارده، ممكن تكون بويون باقي عندي، شو ما بدكم، دجاج مسلوق استعمل المي تبعيته يعني اللي بدكم اياه. رح اخذ انا هيك ها واجي فقط لا غير، مش اكثر من هيك. حرك وبنطر حوالي ربع ساعة بيكونوا هالمواد كلها شو صاروا؟ صاروا ان خلينا نقول استويوا نوعا ما، قشرة البندورة طريت، الجزرة طريت، البصل كمان اللي حطيناه، وبجي بفرمه ناعم ناعم انا، بيطلع عندي صوص بتطوش وممكن اكلها كشوربة او ككريم دو كاروت يعني من الجزر، او دو تومات من البندورة اللي بدكم اياه. ليكوا شو هيني؟ شغله كثير هينه سريعه بتعقد بتجنن، اوكي؟ يعني هون خلونا هلا نحرك. طلعوا هون بلش يلزق عنا شوي صغيره هالمزيج، طلعوا هون، انتبه يا شيف شادي عمالك 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 عمالك، دونت وري لانه في عندي طنجره انا قدام، رح احط هون هيك بروم هيك يا شيف، وبنطلع هون حركنا. وهون انا هلا عندي بدي ضيف بس كفكير يعني حوالي يعني كل كفكير بيكون نص كوب. طلعوا فوق البطاطا، الدجاج، البازيلا، البندوره والبصل عندي حطيناهم كلهم سوا هون. يلا يا شادي حرك اوكي، دقيقتين ثلاثه وبجي انا بطفي تحتهم لانه حطينا الملح حطينا الفلفل وكل شيء جاهز عنا. طيب مي عم تغلي يا شيف، هلا انا بعتبر حالي الرز مع البازيل الرز مع الشعيرية موجود وين؟ بقلب الفرن، خي ريحت راسي. جيت خلطت انا شوية لحمة أو دجاج أو سمك مع بعض أنواع الخضار اللي أنا عملت اليوم، البازيلا والبصل والبندورة والبطاطا. أوكي؟ وجيت لهون حضرت كمان عم حضر الصوص ناطرها مشان تغلي. ريحت راسي خي ما في عندي أي مشاكل هلا، ناطرهم بس مشان ينطبخوا، بصلحوا الطعمات وبدي أقدم الصحن بالآخر. شو عنا بالمي اللي عم تغلي؟ عندي 2 لتر من المي اللي عم تغلي. شو رح نعمل فيهم؟ رح نعمل فيهم يلا، عمل لكم شوي ملح الخشن، ملح الخشن هون. طلعوا كيف؟ هون كمان هيك، شوي صغيرة من ملح الخشن، حوالي 20 جرام من الملح الخشن أو الملح الناعم للترين من المي. سباجيتي يا شيف شادي هون، رح أسلق السباجيتي وبردهم. رح اسلق السباجيتي وبردهم، ليه بدك تبردهم؟ مشان نفرجيكم كيف بنبردهم، فينا نسلقهم ونحطهم دغري على الباستا اللي بدنا اياها، اوكي؟ خلينا شوي صغيره هون، حسب خبرة الشيف شادي هودي هيك بيعملوا 100 جرام. ما بيصدقوا، طيب اوكي، أنا ما صدقت حالي، اوكي يلا عملكم شوي. طيب اخذ 200 جرام، اوكي؟ هودي هيك 100 جرام للتر واحد، وهودي 100 جرام لليتر تاني، يعني صار عندي انا هون 200 جرام، 200 جرام من الباستا مع 20 جرام من الملح يعني ملعقتين صغار ان كان خشن او ناعم نفس الكميه، مع لترين من المي، هودي هالكميه بتصلح لشخصين
مينيموم. يعني شخصين بياكلوا باستا، هيدي الكمية بتصلح لشخصين من دون أي مشكلة، أوكي؟ فعملوا معروف. حضرتكم راح تروحوا هلا دقيقتين ثلاثة بريك وترجعوا لعندي، بتكون الباستا استويت نوعا ما، ومحضر له مفاجأة لجوزيف.